أثابكم الله. يقول السائل: من حضر مجالس العلم فهل الأفضل له أن يستمع وينصت أو أن يشتغل بالذكر؟ مجالس العلم ذكر، مجالس العلم ذكر وتعلم وتفقه، فأفضل له أنه يستمع ويستفيد وهو في ذكر، في حالة ذكر. إذا جلس في حلقة العلم واستمع هو في حالة ذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، فهذا من الذكر. نعم.